وفي باب الآداب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه مرجوزة قد يسرت آدابنا أخلاقنا وفسرت. ثم يقول: سميتها بمدد الخلاق ألفية الآداب والأخلاق. سميتها كل قصيدة لها اسم معين بمدد الخلاق. الخلاق الله عز وجل. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. بمدد الخلاق، مدد يعني عون. الله يمدنا يعني يعطينا أو يعيننا ويساعدنا بعونه. سميتها بمدد الخلاق وبفيض الباري وبفتح المولى. بماذا سميتها؟ سميتها ألفية الآداب والأخلاق. كما قلنا قبل ذلك، كلمة ألفية لا تطلق إلا على القصيدة إذا ما بلغت أبياتها الألف على الأقل. أقل شيء يكون ألف، ألف واحد، ألف وخمسة، ألف ومية، ثلاثة آلاف، أربعة آلاف ونصف، مثل قصيدة الإمام ابن القيم التي تسمى النونية. صليت على النبي. ثم يقول: عبد العزيز ناسج لبردها وقاطف لزهرها ووردها. يعرف بنفسه، يعني من الذي قام بتأليفها وتصنيفها وبنظمها؟ عبد العزيز. نقول: من حقبته الذنوب وأفسدته أو ألفته العيوب. أبو أنس عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز يسألكم أن تقوموا بالدعاء لله عز وجل أن يغفر الله عز وجل له. عبد العزيز ناسج لبردها. البرد نوع من أنواع الأكسية، كساء، لبس، مثل الثوب أو العباءة. ولكن يشترط في البرد أن يكون مخططا منمقا، يعني فيه ألوان. الكساء المخطط، الثوب اللي فيه ألوان أو زركشة يسمى البرد. فهنا يقول: عبد العزيز ناسج لبردها قام بنسجه، بنسج البرد الجميل هذا. شبه القصيدة بأنها ثوب، يستطيع الإنسان أن يلبس هذه القصيدة بما فيها من آداب وأخلاق وتتحلى بها روحه ويرتديها قلبه وفكره وعقله. ولا ريب أن الدين كله يسمى لباسا، كما قال الله: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى، كأن الإنسان يأتي بالتقوى، الإسلام والإيمان والأدب وبر الوالدين والأخلاق والعقيدة والشريعة، ويلبس هذا اللبس. ولباس التقوى ذلك خير. حتى ورد أن الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة أحد أصحاب النبي، وكان شاعرا في الجاهلية وشاعرا في الإسلام، كان أحد أصحاب المعلقات السبعة، يعني القصائد السبعة التي اختيرت وانتقيت من فصاحتها وجمالها وبراعة أسلوبها وحسن معانيها. العرب اختاروا هذه القصائد السبعة ثم زادوا عليها ثلاثة فصارت السبعة عشرة، وكتبت بماء الذهب وعلقت على الكعبة في الجاهلية، اسمها المعلقات السبعة. لبيد بن ربيعة هذا أحد أصحاب المعلقات السبعة، كعبدرة بن شداد وزهير بن أبي سلمى والنابغة الدبياني وعمرو القيس وغيرهم. لبيد بن ربيعة بعد أن أسلم وآمن استعاض عن الشعر بالقرآن، لم ينطق ببيت الشعر إلا ببيت واحد. بعد الإسلام لم ينطق شعرا، لم يقل، انشغل بالقرآن، ما قال إلا بيتا واحدا. أتدرون ما هذا البيت؟ قوله: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. يبقى شبه الإسلام بالسربال، اللبس، الزي، كما يقول الله: سرابيلا
تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. في القرآن سرابيل يتسرب بها الإنسان، تقيكم الحر تحميكم من لفحة الحرارة وشدتها. العلماء قالوا هنا الآية دي فيها حاجة اسمها في البلاغة الاكتفاء بأحد الضدين، ضدان يعني شيئان عكس بعض، يأتي المتكلم بأحدهما ويستغني بالواحد عن الاثنين، بمعنى السامع يسمع شيئا واحدا ويفهم أن المتكلم يقصد الشيئين معا. يبقى الله عز وجل حينما يقول سرابيل تقيكم الحر، هل السرابيل تقينا وتحمينا من الحر فقط أم من الحر والبرد الذي يسمى القرر؟ العلماء والمفسرون قالوا سرابيل تقيكم الحر يعني تحميكم الحر والغر معا، الاكتفاء بأحد الضدين، وذلك كقول الله عز وجل من سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ثم ماذا ربنا يقول؟ وذروا، اتركوا دعوا سيبوا وذروا البيع. كل الفقهاء قالوا يحرم البيع بعد أذان الجمعة، قالوا ويحرم الشراء أيضا. يبقى هنا من الاكتفاء أحد الضدين، الله يقول وذروا البيع، العلماء يقولون يبقى المعنى ذروا البيع وذروا الشراء أيضا، فهو ذكر لنا شيئا واحدا ويقصد الشيئين. فهنا سرابيل تقيكم الحر يعني والقر اللي هو البرد. فهنا سيدنا لبيد بن ربيعة العامرين أحد أصحاب النبي رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على نبيهم يقول الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. شبه الإسلام بالسربال أو بالثوب الجميل. هنا المؤلف يشبه الأخلاق والآداب بأنها برد مزركش ملون، وأنه ثوب وحلة جميلة يلبسها الإنسان روحه ويغطي بها قلبه حتى يكون القلب براقا والروح صافية والعقل كذلك. يقول عبد العزيز ناسج لبردها، ثم يقول وغاطف لدهرها